السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بلا شك تعرفوني فين انا في المطار، الرحلة ان شاء الله للمغرب بعد عام وجيه، تقريبا عام وثمان شهور ما مشينا للمغرب. الحمد لله دازت الرحلة بخير وعلى خير. هذا في مطار بيرغامو في ايطاليا، ومن بعد كنا حطينا الطوموبيل في الباركين ديال واحد، كاين بزاف ديال الباركينات في تما حدا المطار، يعني كتخلصوا ومن بعد كيوصلوكم كيوصلوا الناس اللي مخلصين، كيوصلوهم حتى المطار وكيتسناوهم النهار اللي غيرجعوا عاوتاني كيجيبوهم لهذاك البلاصه فين حطوا الطوموبيل. الحمد لله دازت الرحله بخير، كل شيء داز هو هذاك الحمد لله. من يعني من طبعنا من دفعنا الباجاج الحمد لله دازت كل شيء بخير وعلى خير. عاوتاني دخلنا الجهه ديال فين كيطبعوا هذا في البوليس ديال ايطاليا، الحمد لله دازت كلشي بخير، لان حنا عندنا باسبور ايطالي ما طبعنا ما والو. هذوك بحال المغاربه او الاجانب كي عندهم اتجاه بوحدهم، واللي عنده باسبور ايطالي كيخرجوا من جهه اخرى. الحمد لله دازت الرحله بخير وعلى خير ومزيانه. كنا عندنا مع 8 ديال مع 9 ديال الليل، كانت شويه روطار الطياره، كنا في العربية. الحمد لله دازت الأجواء زوينة، وصلنا الحمد لله المغرب 3 سوايع وصلنا المغرب، وخا شوية تعطلنا في الإجراءات ديال البوليس وتسنى الباجاج وهذا، الحمد لله خرجنا بخير وعلى خير. وصراحة توحشنا البلاد، توحشنا العائلات، توحشنا كل شيء صراحة كنفتقدوه. الحمد لله يعني ما كاينش فحال بلادنا، ما كاينش فحال يعني المغرب. واخا نمشيو حتى نعياو ضروري ما كنرجعوا للموطن الاصلي، وكنرجعوا يعني باش نشوفوا العائله ونصلوا الرحيم. الحمد لله دازت الاجواء ما نقولش لكم زوينه، كان الجو سخون، كانت الحراره، ولكن الحمد لله داخل المطار كانت الجو يعني مزيان، مع دايرين الكليمة ودايرين كل شيء. الحمد لله دازت الرحله بخير وعلى خير، ووصلنا المغرب مزيانين الحمد لله. كما كنقول دائما توحشنا بلادنا، وبلادنا ما كاينش فحالها. نخليكم مع هاد الاجواء، نتمنى يعجبكم ومرحبا بكم. آمين يا رب العالمين.
أخذت لقد هبطنا بسلامة الله وحمده فوق أرضية مطار الدار البيضاء محمد الخامس حيث التوقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 11 ليلا ودرجة الحرارة الخارجية تسجل 26 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم المرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد. نيابة عن عالمي طيران قائد الطائرة السيد أندريا شلوندر بقية الطاقم يشكرونكم على اختياركم سفر معنا ومتمنين اللقاء بكم على أحلى رحلتنا المقبلة. نتمنى لكم طيب الإقامة في المملكة المغربية. شكرا وإلى اللقاء. We have just landed, ladies and gentlemen, Mahmoud Fawzi International Airport with local time is 11 p.m. The airport temperature is 26 degrees centigrade. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop at the seatbelt sign has been switched off. On behalf of Air Arabia Captain Mr. Andreas Schroeder and the rest of the crew, we'd like to thank you for choosing to fly with us. Enjoy your stay in Kingdom Morocco. Goodbye. Thank you.